بسم الله
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا بسم الله الرحمن الرحيم. تمام واحدة أعلى شوية. تمام بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله Thank you.
وأتينا على الفرس وأتينا مسلم
مشعر وأين مشعر؟ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. فإذا جاء وعد أولاهما
تمشينا على كده شويه على كده شويه. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلنا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما سبع مرات الجواب إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. أيوة الله نعم. وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها فإذا جاء Thank you.
وليدخلوا المسجد كما وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما
ويدعو الإنسان بشر دعاءه بالخير. ويدعو الإنسان بشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار وجعلنا الليل والنهار آيتين. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره
وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر
أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة مع قارن إذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بقرية النخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد اليسي. قبل لكم هذه التلاوة القرآنية المباركة على مقبرات الصوت الحديثة والإنارة إدارة الحاج محمد عبد العال المقيم بكفر حقوق هذه الفراشة الكبرى والسرادق المقام إدارة الحاج محروس وأخيه الحديثان المقيم بشارع فاروق الزقازيق باسم أولاد الراحل الكريم أولاد الحاج محمود عبد العظيم غنايم باسم عائلة أبو غنايم جميعا باسم الأستاذ بدوي أبو غنايم وباسم فاضل الأستاذ الدكتور أحمد أبو غنايم وباسم عائلة أبو غنايم جميعا شاكرين لكل من شاركه ووساه في هذا العزاء وباسم عائلة أبو قارة جميعا عبد أحمد إسماعيل عمارة شاكرين لكل من شاركه ووساه في هذا العزاء. أثناء التلاوة حضر إلينا اللواء السيد في حسان السيد اللواء عبد الغفور وباش معشي بلال أيوب وباسم الحاج بلال أيوب شاكرين لكل من شاركهم وأساهم في هذا العزاء. أستاذنا الآن